كان اللي قلت لحضرتك عليه، بس مش عايزه ماما تتعرض لاي خطر. ما تقلقيش حضرتك، احنا هنا هنراقب اللي هياخد الفديه ومش هنقبض عليه غير لما نطمن تماما على مدام عايده. ربنا يخليك يا رب. ايه امشي، لا اي جديد هبقى اطمنك يا حبيبتي اول باول. يلا باي باي انجي. اعرف من اللي عمل كده ويديني، ما انا سايباه والله ما هسيبه. ومين ده اللي هيسيبه؟ يقع في ايدي بس، يقع في ايدي. وانت بتعمل كده ليه يا عز؟ انا قلت لك يا رب دي ماما عايده عشره وعيش وملح. لا ايه؟ زعلانة أوي علشان بساعدك. لسه بتحبني بعد كل اللي عملته فيك؟ لسه بتحبني؟ بعدين يا رحمة، بعدين لما ماما عايدة تطلع بالسلامة في كلام كتير عايز أقوله لك. انت طب مش كنت تقولي لي كنت تاخد نمره العربيه على الاقل؟ مش معقول كده. يا انجي انا رميت لهم الفلوس دلوقتي بس ما شفتش ماما. انا هقفل عشان بس يكلموني يقولوا لي هشوف ماما فين ولا هلاقيها فين.